نيجي بعد كده لحاجة اسمها البون اكس راي. هنبدأ أول حاجة بالفرتبري. الفرتبري فيها 4 أمراض. الفرتبرا الكولوم، أنا بقول لك أنت على مستوى طالب بكالوريوس لو جالك اكس راي على مستوى الفقرات هتعمل إيه؟ أول حاجة بتعلق على كلمة اسمها الجنمنت، اللي هي الاصطفاف، الفقرات مرصوصة فوق بعضها صح ولا لأ. بتعلق على البوردرز، البوردر بتاع كل فقرة، لو في زوايد اوستيوفايت بروسيس، لو في مثلا حته مكسوره ديفكت حاجه تعلق عليها. تعلق على الكيرف، وهقول لك دلوقتي كيرفيتشر، في حاجه اسمها سيرفايكال وحاجه اسمها لامبر. تعلق على الديسك، الانتر فيرتبرال سبيس، الديسك اخباره ايه، ها اذا كانت المسافه واسعه او صغيره احيانا. وتعلق على البون دينستي. بص اللي مش فاهم الكلام ده مش مشكله، اللي جاي هيوضحه لك. ده منظر الفقرات انتروبوستيريو فيو، وده منظر لاترال فيو. شايف الاصطفاف اللي هم مرصوصين فوق بعض كده بالمنظر ده بالاحجام دي. الكيرفيتشر هنا في حاجه اسمها سيرفايكال كيرفيتشر، وهنا في حاجه اسمها لامبر كيرفيتشر، ودي حاجه يا اولاد موجوده طبيعي من غير اي مشاكل. الامراض اللي ممكن تقابلك 4، يعني لو جالك اكس راي على الفقرات في 4 احتمالات، يا اوستيوبروزس يا سبونديولوزس او سبونديولايتس ذا سيم، يا بوتس ديزيز بوتس فراكشر، يا انكلوزنج سبونديولايتس. اولا اوستيوبروزس هشاشه العظام، هتلاقي الالجمنت طبيعي، الصف طبيعي، البوردر باي كونكيف، الديسك وايد، الدينستي قليله، مش فاهمين اي حاجه. تعال نشوف. بص هنا دي مسافه طبيعيه، دي مسافه طبيعيه، الانتر فيرتبرال سبيس واضح ان المسافه بدات ايه تكبر شويه، والديسك ده يا ولاد بدا يطبع هنا ويطبع هنا. يعني ايه يطبع؟ يضغط ويضغط، ضغط فوق وضغط تحت. بص هنا ضغط فوق ضغط تحت وضغط فوق. ايه الفكره؟ ان العظمه دي يا ولاد فيها هشاشه، العظمه اللي انا بشاور عليه ده فيها هشاشه، اصبح الديسك قوي فعمال يزق من هنا ويزق من هنا. لما يزق كده ويزق كده يا ولاد دوت بيعمل لنا، يعمل حاجه اسمها وايدنينج اوف انتر فيرتبرال سبيس. اهو بص هنا هتلاقي المسافة دي واسعة، يبقى في وايدنينج. وايدنينج ليه؟ لأن الديسك أصبح قوي على العظمة، هو مش قوي، هي العظمة هي اللي بقت ضعيفة لأن فيها أوستيوبروزس. مش كده وبس، تلاقي العظمة كده لونها السواد بتاعها بقت سودة، ما بقتش عظمة بيضة قوية، لأن الكالسيوم اللي فيها اتشال، اللي عنده أوستيوبروزس، عشان كده بقت لو دينستي. يبقى أنت لقيت في وايدنينج في السبيس، أهو السبيس واسعة، وفي نفس الوقت يا أولاد في عندي لو دينستي اوف بون. لما وسع السبيس وحصل اندنتيشن هنا وهنا، تحس ان المنظر ده كده عامل زي الايه، بيسموه كود فيش سباين. كود فيش سباين يعني عامل شكل السمكه، سمكه القرش. هو فعلا واخد شكل السمكه، لما تيجي تبص كده لما يكون جسم سمكه يعني وكده. ماشي يا اولاد؟ يبقى لو دينستي ووايدنينج اوف سبيس وباي كونكيف، دي اسمها كود فيش سباين. الوصف اهو، البوردر باي كونكيف ده البوردر بتاع الفقرات، الديسك بقى وايد، والعظمه اوستيوبينيا او اوستيوبروزس، يبقى كود فيش سباين. وايد ديسك باي كونكيف واوستيوبينيا. سبونديليوزس ده موجود في النيورولوجي، موجود في السيرفايكال سبونديليوزس ولامبر سبونديليوزس من دروس النيورولوجي. بنقول فيها بيتكون اوستيوفايتس، هوريها لكم. الكيرفيتشر طبعا فيه ماسل سبازم رهيب، السبيسز تبقى ضيقه، والفقرات يبقى فيها شويه سكليروزس. تعال نفهم الكلام ده. اولا يا اولاد المكانين اللي بيحصل فيهم سبونديليوزس هم السيرفايكال واللمبر، عشان دول اللي فيهم حركه، دول العرضه للشد والجذب والحركه الكتير. شايف هنا ده انتر فيرتبرال سبيس طبيعي، وده طبيعي، هنا بدا يضيق ضيق، هنا تقريبا اختفى. ايه اللي حصل؟ ما بين كل ديسك والتاني، ما بين كل سوري بودي والتاني، في انتر فيرتبرال ديسك بدأ يتاكل. يتاكل ازاي؟ الديسك ازاي بيتاكل يا ولاد؟ من كتر تقدم السن، وبعدين حد بيشيل حاجات تقيلة مثلا، أو حد بيتحرك حركات كتيرة، يبدأ يحصل هنا تآكل، فتلاقي الانتر فيرتبرال سبيس ده يبقى صغير. يحصل احتكاك ما بين العظمتين فيتكون نيو بون فورميشن، اللي بشاور عليه الحتت الصغيرة دي هي نيو بون فورميشن، يسموها اوستيوفايت. المنطقة دي منطقة السيرفايكال، المفروض كانت تبقى نازلة عاملة كده، عاملة كيرف شوية. ليه فقدنا الكيرف يا ولاد؟ لأن العضلة دي عاملة سيفير سبازم من كتر الألم. يبقى أصبح عندي دلوقتي 3 حاجات. عندي أوستيوفايتس فورميشن اسمها التاني ليبنج، اللي هي زوائد في العظم. عندي ناروينج أوف انتر فيرتبرال ديسك.
عندي لوس اوف كيرفيتشر لما بيحصلوا الثلاثه مع بعض، يبقى ده منظر سبونديليوزس. هنا بيوريك المنظر، بيقول لك ادي السبيسز اهي، شايف السبيس بقى ضيق ازاي، انا شايف العظم بدا يتكون هنا ازاي، بدا يبقى في زوايد عندي، زوايد عندي تضغط طبعا على البريفرال نيرف وتؤدي الى مسل سباز، ما بنفقد حاجه، فبنفقد حاجه اسمها كيرفيتشر. نفس الكلام على مستوى السيرفايكال، دي متكرره، السبيسز تقريبا تكاد تكون، يعني بص هنا في سبيس شويه، هنا ما فيش في زوايد في العظم كتير والدنيا ماشيه ستريت. دي على مستوى اللمبر، الفقرات كبيره، هنا ديسك، هنا ديسك عادي، بص هنا بقى ضيق جدا، وبعدين في زوايد اهي، اوستيوفايتس فورميشن، بعدين ما فيش الكيرفيتشر خالص، يبقى في تراياد من ثلاث حاجات. هنا بيقول لك ان الديسك ده ممكن يضغط لي على السباينال كورد ويعمل لي كورد كومبريشن which is common. ده الديسك، منظر الديسك اهو، الحته اللي بره دي اسمها انيولار فايبروزس، واللي جوه دي اسمها نيوكليس بالبوزس. بيحصل ويكنس في الانيولار فايبروزس ويروح ضاغط على الروتس كده عن طريق انت عارف الانتر فيرتبرال النيوكليس بالبوزس دي، تروح عامله هيرنيشن كده وتروح ضغط على الروت طبعا وتعمل سيفير بين. الكلام ده مهم جدا وخدناه في النظري، يعمل نيورولوجيكال بين، يبقى ريليتد للروت اللي حصل عليه مشكله. الاحتمال الثالث ان يكون عندي بوتس فراكشر. البوتس ده بيحصل مع تي بي، لما تي بي ينتشر يروح الفقرات يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه بوتس فراكشر. هذا البوتس فراكشر نفرقه زي من التروماتيك فراكشر. البوتس فراكشر يا اولاد بيبقى الفقرات امالجاميتد متعجنه في بعض. اما التروماتيك فراكشر، بص يا دكتور دي فقره ودي فقره وده الديسك اهو، هنا في فراكشر بس في فقره واحده، يبقى ده تروما. طالما الفراكشر جاي في فقره واحده يبقى ده تروماتيك. بص هنا دي فقره ودي فقره ودي مجموعه فقرات، في شروخات وحاجات غريبه، كسر بتاع، لكن انا مش عارف افصل الفقرات عن بعض. لما اكون مش عارف افصل الفقرات عن بعض يبقى ده اسمه بوتس فراكشر. الحقيقه ده مهم جراحه اكتر منه بطنه، لكن اديك شفت المنظر بتاعه. يمكن من اهم الحاجات في الفرتبري وفي الجامعات بتحبها جدا انكيلوزنج سبونديولايتس، اللي هو مرض التهاب الفقرات الالتحامي. يمكن ده حاله كلينيكال ويمكن سؤال نظري، وادي كمان دي اكس راي مشهوره جدا، حاجه اسمها بامبو سباين. في المرض ده يا اولاد الفقرات بتلزق في بعضها واللي بيحصل كالسيفيكيشن لللونجيتيودنال ليجمنتس. المهم الاصفاف بتاعها لازقين في بعض، البوردر يبقى فيه كالسيفيكيشن وكالسيفيكيشن لللونجيتيودنال ليجمنت والانيولار فايبروز بتاعت الديسك. هذا الكالسيفيكيشن اللي بيحصل بيسموه سندسموفايتوزس، وكالسيفيكيشن اوف بوستيريور ليجمنت هوريها لكم حاجه اسمها داجر ساين. وطبعا بفقد كل الكيرفيتشر ده، يعني اصلا بقى الفقرات بتاعته نازله ستريت، يمكن حد منكم شاف حاله زي كده. طبعا ده الفقرات لازقه في بعضها، مفيش اصلا سبيس، مفيش سبيسز. وطبعا الدينستي ممكن يحصل فيها زي سكليروز وكالسيفيكيشن. المنظر ده على بعضه بيسموه بامبو سباين، يبقى عامل زي نبات البوص. هوريه لكم، بص مفيش سبيسز، سهله، يعني السبيس كلها ضيقه قليله جدا، حتى تحس انها بيضه كده شويه، ده اللي هو السكليروزس اللي قلنا عليه. تحس ان في كده الخط ده ابيض. كالسيفيكيشن اوف لونجيتيودنال ليجمنتس، كالسيفيكيشن اوف لونجيتيودنال ليجمنتس. ها المنظر ده على بعضه بيسموه بامبو سباين اهو، تاني شايف البوستيريور ليجمنت فيه كالسيفيكيشن اهو، اللي هو الدادر ساين. المنظر ده عامل زي نبات البوص، فقالوا عليه بامبو سباين. النبات ده يا ولاد مفيش حركه هنا، كذلك الفقرات بتاعه العيان ده فقدت الحركه بتاعتها. بيتكون من ايه بقى؟ سندسموفايتوزس. كلمه سندسموفايتوزس اللي هو لازقين في بعض، اللي هو الكالسيفيكيشن اللي حصل هنا، والكالسيفيكيشن بتاع اللونجيتيودنال ليجمنتس كمان. اثنين داجر ساين اللي هو الكالسيفيكيشن اوف بوستيريور ليجمنت، ده اسمه بوستيريور ليجمنت. وطبعا ساكرولييتس دي مش باينه هنا، او في كان بيحصل التهاب في هذا المكان، يبقى معانا ساكرولييتس. اصلا هو بدايه مرض الانكلوزنج بيكون ساكرولييتس. ها المنظر ده على بعضه بيكون اسمه بامبو سباين. طبعا من الكلمات المهمة والحاجات المشهورة، لو جالك اكس راي على الفقرات ممكن تكون اي حاجة من دول.